بالنسبة لنا فإن التعاون الأفريقي هو أمر استراتيجي للقارة الأفريقية. علينا أن نرى كيف كل دولة في إطار الاتحاد الأفريقي كيف لها لتتمكن من التعاون لحشد المصادر التمويلية الضرورية لمواجهة التغيرات المناخية. شكرا لتحت الفرصة أن أكون ضيفا على برنامجكم وأن أعبر عن تقديري وأيضا امتناني الكبير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا معالي رئيس الوزراء مدبول الذي التقيت معه وأيضا فيما يتعلق بخدمات استضافتي كوب 27 وأيضا فيما يتعلق بالتقليل وتقليل الاحتباس الحراري وأن تكون هناك إجراءات متكاملة ومتعاونة. بالطبع أنها نقطة مهمة جدا في جدول أعمال العالم وخاصة من الأمم المتحدة وما تم مناقشته في الجمعية العمومية في سبتمبر الماضي. أعتقد أن المناقشات هي بدأت بالفعل وأن خبراءنا سيظلون هنا سيعملون على مدار هذا الأسبوع والأسبوع القادم ولتوصل إلى ما يقال عليه اتفاق نهائي أو اتفاق نهائي. ويمكن أن أقول أن هناك بعد الالتزامات التي قررها الاتحاد الأوروبي وما قررناه في السنوات الماضية هناك خطوات يتم الاستمرار عليها وربط ما تم فيه من التنمية لأيضا تقليل انبعاثات الغاز. البعض يعتقد أن ربما البيئة تكون أمرا ثانوي، ولكن بعد نشر هذا الوعي عن أن البيئة موضوع أساسي، وإذا لم نلاحق موضوع البيئة منذ الآن سنكون في العقد القادم في 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 أوضاع سيئة جدا من حيث حرارة الاحتباس الحراري وزيادة حرارة الأرض، وكل هذه الموضوع ستؤدي إلى مشاكل كثيرة. فنحن اليوم ننظر إلى المستقبل وما نقوم به ربما لا نراه بطريقة مباشرة أو غدا أو بعد غد، ولكن حتما هذه اللقاءات الحاصلة وهذا نشر الوعي بين الجميع على ضرورة البحث بموضوع البيئي هو موضوع مميز جدا. وعلى سبيل المثال اليوم حضرت جلسة على طاولة مستديرة رأسها الرئيس السيسي والرئيس القبرصي عن ريجنال، عن موضوع المنطقة وموضوع الكلايمت المناخ في المنطقة، نعم، مبادرات الشرق الأوسط للمناخ. فبالتالي لاحظت كم هذا الأمر هام جدا، حتى لدرجة لاحظت أن الطرح القبرصي أيضا تطرق إلى عدة بلدان ومنها مدينة بيروت، حيث كيف ننتظر أن تكون بعد 2030. هذه الآن القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء، هي مبادرة مهمة جدا، مبادرة طموحة تهدف إلى زراعة 40 بليون شجرة ونبات في منطقة الشرق الأوسط الكبرى على مدى العقود القادمة لتساهم في تخفيف الكربون وتعزيز إنتاج الأكسجين، ليكون مساهمة المنطقة مساهمة فعالة وجادة في تحسين المناخ على مستوى العالم. ما يمكن أن تقوم به مصر والسعودية في هذا الملف لإنقاذ البشرية من أثار التغيرات المناخية في رأيك؟ أعتقد أن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة يلعبون دور مهم ويولوا اهتمام بالغ للتعامل لمواجهة هذه التحديات، وكما يقول الواقع هو في الأفعال وليس الأقوال، وما قامت به المملكة العربية السعودية وما تقوم به مصر واضح للعالم كله. المملكة العربية السعودية لديها أكثر من 60 مبادرة بالنسبة للداخل في المملكة تتعلق بالأمور البيئية والمناخية، سواء كانت تحويل تحديد أماكن محمية بمقدار 30% من الأراضي السعودية اللي نعمل عليها أو 20% من المناطق البحرية، تحويل النفايات إلى طاقة، إنتاج الهيدروجين الأخضر. أتينا هنا لتقديم التحديات التي نعاني منها وخاصة ذات العلاقة بالتغير المناخي والبيئي، فإن الصومال في موقف كبير وتتأثر بدرجة عالية، لربما للسنة الخامسة نعاني من الجفاف.
لقد خسرنا عدد كبير من المواشي والثروة الحيوانية، لم نتمكن من زراعة الأراضي ربما لمدة 4 سنوات. أيضا فيما يتعلق بالأمن الغذائي فإنه خطير جدا، وأيضا هذا ناتج عن ندرة المياه والرطوبة العالية ولا أثارها. ولذا أتينا هنا لعرض موقفنا ولنستمع إلى التحديات التي تواجه الدول الأخرى واستفادة الخبرة من هذا. نحن مفتخرين على هذه الرئاسة المصرية القيمة، وهذا المؤتمر هو مهم بالنسبة للدول العربية، بالنسبة لإفريقيا، بالنسبة للعالم بصفة عامة، لأن مشكلة المناخ الآن للأسف تضرب كل منطقة في العالم، والعالم كله متأثر، وهذا التأثير سيزداد إن لم نتخذ قرارات يعني صارمة وسريعة وعالية أيضا. فهذا المؤتمر هو مهم لكي ننتقل من التعهدات، من السياسات، من الاستراتيجيات إلى التنفيذ، لأن تعطلنا في الحقيقة لمكافحة هذا أزمة المناخ التي نعيشها الآن. أعتقد من وجهة نظري أنه من وجهة أيضا الدول المتنامية فإنها مهمة جدا، ما تم تحقيقه من نجاحات في المؤتمر كبير، لأننا تمكننا أخيرا من وضع بند جديد وهو الخسائر في جدول أعمال المؤتمر، وهي نقطة مهمة جدا بالنسبة لدول كثيرة مثل دولتنا، لأن نحن تعرضنا إلى أزمات كثيرة ومنها خاصة بآلية التمويل المتاحة، وخاصة فيما يتعلق بحجم الخسائر. لذا إن الأمر هذه جيد جدا ومن إنجازات المؤتمر الذي نحن فيه الآن. وربما هناك نحن ليس باكستان أول، ولكن ربما ستكون هناك دول أخرى وستكون هناك فرصة للتعافي من الخسائر. أرى أن هذا التوقيت مناسب جدا للترحيب بوضع هذا البند في جدول أعمال، وشكرا لمصر لوضع هذه الجهود والتنظيم الجيد. فيما يتعلق بالخسائر والأضرار، نقطة واقعية وأثرت على كثير من الناس يعرفون عنها جيدا، هي ستكون فكرة جيدة وناجحة في وضع هذا المؤتمر. هل تعتقد أن التمويل فيما يتعلق بالتمويل التكيف؟ أعتقد أن التمويل بشكل عام مهم جدا، وأحد سبيل المثال في الصومال التي تعاني كثيرا، التي ترى أنها في مجاعة الآن، وليس هناك كافية من التمويل لمناسبتها في عملية التكيف. وهنا مهمة جدا أيضا أنه لا نعرف بالقدر الكافي كيف يتم إنفاق الأموال التكيف، كيف يمكننا أن نقرر المبلغ المناسب، من سيحصل عليه، هل يحضر على قرض أم منحة، ماذا أيضا في سياقات كدولة مثل الصومال. أتمنى أننا في مصر ومبادرة مصر أن تحقق إنجازا في هذا الأمر. هذا العمل الذي يعني نشهد ثماره الأولى في إطار هذا الحدث العالمي الكبير، مشاركة دولية واسعة زي ما حضرتك شفت امبارح من قيادات الدول المختلفة، المشاركة من القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني، رواد الفكر والعمل الاقتصادي والتنموي بمشاركة كبيرة. ده ما كانش هيحدث إلا بهذا العمل والتنسيق على مدار الشهور الماضية بكثافة، بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه اللجنة الوطنية اللي حضرتك أشرت لأعمالها التي رأسها سيد رئيس مجلس الوزراء، وعمل وزير الخارجية كرئيس للقمة ومعه المنسقة للقمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. ولكن أيضا هناك جنود كثيرة وراء هذا العمل الضخم، بعضهم أعضاء في اللجنة الوطنية، والبعض الآخر مشاركين من خلال كل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص صحيح. التي أقوم كرائد للمناخ بالتنسيق لها، ليس فقط على مستوى مصر ولكن على المستوى العالمي.